أسرار يماني، صحتك أفضل مع يماني. السلام عليكم. أو أو ما هو بحاكو أوجاع البرية. كيف 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 أوجاع البرية. أنا داري بالمواطن ما بيعاني أوجاع البرية. أوجاع البرية. مشاهدينا السلام عليكم. اليوم كنت محتار ايش من موضوع اختار. قلبت معظم الافكار، قصة جحاول المسمار، قصة الفيل والحمار، قصة ترميم سكة القطار، وانا ماشي في هبرة طلعت في بالي فكرة. على طول مريت لدكان عمي ممدوح علشان اقيد الفكرة لا تروح. قال القلم بمية، كيف يا خبي بعشرين بنشتري يوميا؟ قال ما يستويش اليوم وأمس، كل يوم وله شمس. طير من راسي الأفكار ورجعت أكتب على موضوع الأسعار. كل تاجر ومسؤول عن حياة المواطن، أنت مسؤول. الوضع هذا غير مقبول. أنت مرتاح في بيتك، يا ليتك تحس بالفقير، يا ليتك طالح رجل على رجل وقدامك نص عجل، والمواطن الغلبان غداه زبادي وفجل. المشكلة كل تاجر وعنده ثمن، والزيادة يعلم الله لمن، واحتكار في السر وفي العلن، كل هذا حصريا في اليمن. لا رقابة ولا تفتيش، وبعضهم ضمير ما فيش، والمتضرر هو المواطن قفلة على الشيش. مالك يا ابني لا تبكيش، إذا العشرة ما تكفيش. يا ابني كنا بالعشرة ننبش الدكان نبيش. ايوان قلت زمان ناب الآن. حاضر يا ولدي، جرى لك 50 وزير اجعل ذا الحين. عفوا يا مشاهدين، اكيد اكثركم مجربين. نرجع لموضوعنا الاساسي الذي قد وجع لي راسي. لو اذكر لكم بعض المآسي عن المواطن المسكين وما بيقاسي. الموظف المسكين اللي راتبه 25 أو 30 أو حتى 50، 25,000 إيجار، معناها نص المعاش طار، والنص الثاني مصروف البيت، وكأنك يا أبو زيد ما غزيت. بابا كملت زيت. وأنا عليك صليت يا محمد، صليت وما مليت يا محمد. وأنا عليك صليت يا محمد، صليت وما مليت يا محمد. كمل الزيت. حسبنا عيشة الموظف اللي راتبه 50. طيب والذي ما فيش معاه أصلا راتب، بالإيجار والصرفة حانب. مجرد ما الأسعار ترتفع والضغط والسكر عنده يرتفع. ذكرتني يا بابا، حتى السكر كمل. كم جهدي أتحمل. تقولوا الحكومة الجديدة حتتجمل وتفعل التفتيش
والرقابة وتخطف الأشعار يا با وترجع اليمن إلى شبابه. اللي كاول شغل الربابة. يا دهر قلبي من غلا الأسرار شاب راسي من نهار والعدل والله طال أنا وصرفة البين مثل هذا الذي كان في جعبتي وإن شاء الله بالنسبة لي أكون قد بردت ذمتي والحكومة قد فهمت رسالتي. حاضركم انتهى وقت البرنامج حسب التوقيت المحلي لساعتي. والفساد والإرهاب وباقي خيدار.